السلام عليكم. بهذه المناسبة كنبغي نهنئ جواد الخوضي على هذا المشروع هذا واللي كنتمنى له النجاح من كل قلبي، واكيد غادي ينجح لان مقهى مغاير جدا وفيه واحد لاتوش ارتستيك مجهده. دونك بالنسبه لنا حنا كفنانين اكيد غادي نجيو لهذا المحل هذا وغنتلاقاو الناس اللي كيبغيو الفن اون جينيرال. فسي طيب الله يرحمه، وبهذه المناسبه كنبغي نشكر كاع الناس اللي تفاعلوا مع هذه الشخصيه. واللي بغيت نقول لكم هو الناس اللي بحال عزيزي الطيب راه موجودين كاينين، غير ردوا لهم البال، راه ما تيحاولوش يثيروا الانتباه ديالكم ولكن راه موجودين والله يكثرهم علينا. فاطمه خير هنيئا، هي والفنانين الاخرين اللي جاوما دازوا في هاد الانتخابات، منهم كليله بن عيلات، وانا متاكد بانهم غادي يضيفوا واحد الشيء جديد في التدخلات ديالهم، لان تيغيروا على الفن بصفه عام بصفه خاصه وتيغيروا على البلاد بصفه عامه، والله يوفقهم وحنا معاكم في الشاده والفاد. عالم السياسه ما نظنش، لان اولا العائله ديالي الوالد ديالي ما كيشجعنيش على السياسه، وما عرفتش مازال ما عرفتش حقا، عمري ما فكرت في هذا الموضوع. يمكن تجيبها الفرصه ديال المواطنين والوطن والمغرب ديما في بلادنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.